فيما يخص اشغال التهيئة بالعاصمة أكد زوخ أنها تسير في الطريق الصحيح وأن قضية الأموال لن تطرح، بما أن الدولة سخرت أزيد من 1 مليار سنتيم كميزانية لإعادة رونق العاصمة. ملي احنا الدولة راه بذل مجهود معتبر، العمليات اللي انطلقنا فيها سخرناها أكثر من 1 مليار سنتيم كبداية. من ناحية الأموال ما فيش إشكال، لأن الميزانيات نتاع البلدية اللي عندها تعرف وفرة مالية، ميزانية نتاعها عندها مدخول تساهم، ميزانية الولاية تساهم، وميزانية الدولة تساهم، ولكن هذه الأموال ما يطرحش إشكال.